مرحبا بكم مجددا إلى هذا الجزء من النافذة الذي نخصصه لمتابعة التطورات الميدانية والإنسانية في سوريا. دعت الدول الراعية للمفاوضات السورية في أستانا لاعتماد آلية ثلاثية لمراقبة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في سوريا وضمانه. وقال رئيس وفد المعارضة محمد علوش إن المعارضة تدعو إلى انتقال سياسي يبدأ بترحيل الرئيس بشار الأسد ونظامه، وطالب علوش بضم الميليشيات المقاتلة مع النظام إلى قائمة الإرهاب الدولية. أما بشار الجعفري رئيس وفد النظام فقال إنه يتطلع إلى هدنة لفترة محددة للفصل ما بين من وصفهم بالإرهابيين وبين التنظيمات الراغبة في المصالحة على حد قوله. ينضم إلينا من على الحدود التركية السورية مراسل الجزيرة مباشر علاء الدين اليوسف، ويلتقي العقيد معتز رسلان وعددا من النشطاء للحديث حول محادثات أستانا. إليك علاء. نعم سالم، شكرا جزيلا لك. في الحقيقة ذهبت المعارضة السورية إلى مؤتمر الأستانا، وكان اليوم المؤتمر الأول يعتبر من المشاورات التي تدار من الجانب التركي والروسي. أيضا نستضيف معنا هنا العقيد معتز رسلان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا معنا النقيب مناف طه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ معك سيادة العقيد، أنت من الذين ذهبوا إلى ممثل بأحد الفصائل إلى اجتماعات أنقرة من أجل مؤتمر تمهيدا لمؤتمر الأستانا، لماذا وكيف ذهبتم إلى الأستانا وبناء على ماذا؟ نحن كممثلين أو كفصائل ثورية تمثل الجانب الثوري المسلح في سوريا ذهبنا إلى الأستانا من أجل حقن الدماء السوري وتخفيف المعاناة التي لحقت بأهلنا في سوريا وخاصة في المناطق المحررة، حيث قام هذا النظام المجرم مستعينا بكل قوى الشر لمساندته لقتل أهلنا وإلحاق الضرر بجميع السوريين بكافة مكوناته، حيث دمر البلاد والعباد وحاصر الكثير من المناطق. تطلعنا إلى مؤتمر الأستانا للخلاص أو لتخليص شعبنا من ويلات الدمار وإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة. نعم، أنتم ذهبتم فقط لإيقاف يعني لتثبيت وقف إطلاق النار، أم هناك كما ذكر اليوم محمد علوش هناك مفاوضات سياسية قد المعارضة بأن يكون أولها تنحي بشار الأسد، فهل سيوافق الروس أو الإيرانيون؟ نحن نتطلع إلى تحقيق أهداف الثورة، ومن أولى أهداف الثورة هي القضاء على نظام بشار الأسد ورحيله هو وزمرته عن سدة الحكم في سوريا، وهذا مطلب حق لنا كسوار ولن نتنازل عنه بإذن الله. مؤتمر الأستانا نتطلع فقط إلى تثبيت إيقاف إطلاق النار، ولكن يتبعه جولات مفاوضات أخرى في جنيف كما هو محدد في 8 الشهر، سيتم هناك بحث القضايا السياسية اللاحقة من أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية في سوريا. هناك كانت عدة أحاديث بأن عدد من الفصائل ذهب إلى الأستانا بضغط تركي في أنقرة، أنت ممن كان في أنقرة، هل فعلا كان هناك ضغوط على قوات المعارضة للذهاب إلى الأستانا؟ حقيقة لا يوجد أي ضغوط ولن نرى أي ضغوط، فقط كان عبارة عن مشاورات لتحديد موقف الثوار أو ممثلين المعارضة السورية عسكريا وسياسيا بأن يخففوا معاناة أهلنا من خلال الذهاب إلى الأستانا، ولكن الجانب التركي كان عبارة عن جانب يرشد ومرشد وليس ضاغط، وقال بالحرف الواحد الأخوة الأتراك، قالوا لا نريد أن نسمع إلا ما تريدون أنتم كممثلين للثورة السورية كممثلين للجناح.
منكم فقط أن تقولوا ما تقولونه في غيابنا. فكروا أمامنا وقولوا واسمعونا الصوت الذي تقولونه فيما بينكم. لم يضغطوا على أحد ولم يطلبوا من أحد أو يقوموا بالضغط، ولكن يوجد 13 فصيل مسلح في سوريا وافقوا ب 30/12/2016 على معاهدة وقف إطلاق النار، وبالتالي هم ملزمون الاتفاقية التي قاموا بها. من هذا المنطلق كان لابد من الذهاب إلى الأستانة أولا للوفي بمعاهدنا، وأن نظهر أمام العالم كله أننا نحن عندما نقول كلمة نقف عندها، وعندما نأخذ قرار نقف عند قرارنا، ملتزمون أمام الشرعية الدولية وأمام المستويات الدولية كافة. اليوم وفد المعارضة يعني أراد الابتعاد عن الوفد الإيراني أو الجلوس مع الإيرانيين. نحن كسوار ننظر إلى الإيرانيين أنهم محتلين لسوريا، أنهم القوة الكبرى التي تقوم بقتل الشعب السوري بكافة مكوناته. لم يفرقوا بين سوريا وآخر، وإنما أتوا إلى سوريا لتحقيق أهداف حلم، تحقيق حلمهم الهلال الشيعي في المنطقة. وبالتالي لا نستطيع أن ننظر إلى هؤلاء بأنهم رعاة سلام أو رعاة أو قد يكونوا ضامنين منين لأي محادثات أو أي ضمانات أخرى للشعب السوري، وإنما ننظر إليهم كمحتل، وبالتالي لا نقبل بأن يكونهم ضامنون لأي حل في سوريا. وهل تختلف نظرتكم بالنسبة للروس الآن؟ أنتم رفضتم أن يكون الإيرانيين مراقبون لوقف إطلاق النار أو حتى يعني من ضمن المفاوضين، ولكن ماذا عن الروس؟ ماذا يختلفون عن الروس؟ حقيقة الروس ساهموا في قتل الشعب السوري وقاموا بقتل الشعب السوري بقصف طيرانهم، وحتى في قوات برية دخلت إلى بعض المناطق، وساهموا في استرداد أو احتلال قسم من الأراضي السورية المحررة حيث ساندوا النظام وأعوانه بكل قوة. ولكن الروس موقفهم عن الإيران الآن اختلف من خلال أنهم هم الضامن للنظام وليس الضامن للثورة. نحن كسوار لا نقبل بأن يكون روسيا هي ضامن لنا، وإنما تضمن النظام لتطبيق مقرراته. وروسيا كما تعلمون هي دولة كبرى ولها مقعد دائم في مجلس الأمن ولها حق نقض الفيتو في مجلس الأمن. شكرا. نلتقي للنقيب مناف. نقيب مناف، ما رأيكم أنتم كان كضباط أو كمدنيين أو كسوري عام في هذه المفاوضات؟ هل قد تأتي بخير عليكم وعلى الثورة وعلى الثوار في سوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نتمنى من الله عز وجل أن تأتي هذه المفاوضات بنتيجة إيجابية للشعب السوري، وأن يتم تطبيق كافة المتطلبات التي يتطلبها الشعب السوري من أول يوم خرج به لينادي بالحرية. فنتمنى بهذا الاجتماع أن ينال الحرية وأن يتم تطبيق كافة القوانين والأنظمة وبشكل عادل. يعني هل تقبلون أنتم السوريون ببقاء بشار الأسد إن كانت آلة المفاوضات إلى ذلك؟ طبعا لا. لا طبعا لا يتم قبوله بأي شكل من الأشكال، لأنه قتل الكثير من أبناء الشعب السوري، وهو يعني استعان مثل ما تكلم سيادة العقيد في إيران وروسيا وحزب الله وجميع الميليشيات في القضاء على شعبه. فهذا خائن كبير، فلا يجب بقاؤه على هذا الكرسي، ولا يؤتمن على هذا الكرسي، ولا يؤتمن على بلد ولا شعب. بالعودة إليك عقيد معتز، ماذا تطمحون أنتم من المفاوضات؟ قمنا بإيقاف إطلاق النار الآن في إدلب وريف حماة وريف حلب الغربي، هذا ما تسيطرون عليه. ماذا بعد إيقاف إطلاق النار؟ أوقفنا إطلاق النار، ضمنت روسيا النظام وأنتم تركيا ضمنتكم، ماذا بعد إيقاف إطلاق النار؟ أنت أهملت الآن قسم كبير من المناطق المحررة والتي هي تقع في الجنوب السوري، وخاصة بالقرب من العاصمة دمشق. عندنا الغوطة الشرقية المحاصرة، وعندنا وادي بردة، وعندنا كثير من المناطق المحررة التي تحاصرها الميليشيات الشيعية وقوات النظام.
هذه المناطق لها أهمية كبرى بالنسبة لنا وبالنسبة إلى الشعب السوري، وعندنا هناك آلاف ومئات الآلاف من السوريين محاصرين. نحن نتطلع أولا لفك الحصار عنهم وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للحياة لكي يحافظوا على حياتهم وينالوا حريتهم وينالوا كرامتهم مثلهم مثل باقي الشعب السوري. نحن لا نتطلع إلى جزء معين من الأراضي السورية، نتطلع إلى سوريا موحدة كاملة. نحن نتطلع بعد إيقاف إطلاق النار وإيصال المساعدات، عندها نفكر بموضوع التسوية السياسية. نحن ملتزمون بالتسوية السياسية أن تكون عادلة وتحقق أهداف ثورتنا بالحرية والكرامة وزوال الطغمة الحاكمة من سدة الحكم في سوريا. هل تأملون من خلال مفاوضات الأستانة أن يتم فك الحصار أو عن وادي مثلا وعن الغوطة وعن بعض المناطق التي لا تستطيعون الوصول إليها، ولا وفي نفس الوقت لا تستطيعون فتح معارك وأنتم أن يعني تسيروا من خلالها؟ هل تطمحون من خلال هذه المفاوضات السياسية أن تخرجوا بحل لفك الحصار عن طريق بعض الدول؟ أخي، نحن يجب أن يعرف العالم جميع وخاصة شعبنا السوري أن كيف ينضعف. لا يعني نال سقوط منطقة وأخرى أن نحن أصبحنا بموقف ضعف. نحن لما خرجت سوارنا الأبطال بثورتنا لم نكن نسيطر على شبر واحد، وخرجوا من قلب المناطق المسيطر عليها النظام ونادوا بالحرية، وعندما تم قمعهم خرجنا وحملنا السلاح ودافعنا عن أهلنا وحررنا ووصلنا إلى تحرير 70% من سوريا. والآن مثلما بدأنا ممكن أن نعود إلى نقطة الصفر، ولكن لن نتخلى عن أهدافنا، أهداف دولتنا بفك الدفاع عن شعبنا وأهلنا والنصر ونصرة المظلوم إن شاء الله. نعم. هذا بالنسبة للجنوب، أنتم تسيطرون على عدة مناطق الآن هي مهددة من قبل الروس ومن قبل الإيرانيين ومن قبل ميليشيات حزب الله بالسقوط، والآن أنتم مجتمعون في أستانا، صحيح؟ نعم. وأنتم أيضا تطمحون إلى مؤتمر جنيف بأن تطبقوا قرارات جنيف 2012. نعم، جنيف 1 في عام 2012 وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة ذات الصلة بالوضع السوري مذكورة كلها في اتفاقية اللي وقعت ب 30/12/2016 مذكورة بكافة بنودها أن تستند التسوية السياسية على هذه القرارات الدولية. نحن نطلع أن يقف المجتمع الدولي وقفة حقيقية وتطبيق هذه القرارات وردها أو اعتمادها على فصل السابع بميثاق الأمم المتحدة حتى تجبر النظام على تطبيق هذه القرارات، لأن النظام حسب ما عهدناه وشاهدناه خلال 6 سنوات الماضية أنه يراوغ وكل مرة يحاول أن يستفيد من المفاوضات لكسب بعض الوقت وتأخير سقوطه. ولاحظنا تصريحات الروس كيف قالوا أن لولا التدخل الروسي في عام 2015 لسقط النظام خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر. نعم. برأيك، سؤال أخير عقيد معتز، برأيك هل يستطيع الروس الضغط على النظام السوري في حال تم الاتفاق في مؤتمر أستانا على شيء معين يرضي كلا الأطراف؟ هل يستطيع الروس الضغط على النظام أم أن النظام ليس بيده شيء والفاعل الرئيسي هم الروس والإيرانيون؟ حقيقة النظام فقد شرعيته وفقد قوته وفقد سيطرته على الأرض من خلال 62 ميليشيا الآن تقاتل إلى جانبه. هذه الميليشيات هي ما تتحكم أكثر، ونقول أن الروس إن أرادوا الضغط يستطيعون من خلال ضعف النظام وعدم سيطرته، وإنما سيطرة باقي الميليشيات والقوات الروسية على الأرض. شكرا جزيلا لك العقيد معتز رسلان، قائد في جيش النخب. شكرا. أهلا وسهلا. أيضا شكرا للنقيب مناف طه. شكرا. أهلا وسهلا. إذن كما سمعت زميلي العزيز، كان معنا هنا العقيد معتز رسلان، أعطانا صورة بشكل عام وهو من أحد الأشخاص المشاركين في التحضيرات لمؤتمر الأستانة. شكرا جزيلا لك زميلي، بالعودة إليك. شكرا لك الزميل علاء الدين اليوسف، كما نشكر ضيفيك الكريمين. وفي نهاية هذه النافذة نشكركم مشاهدينا، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.